حسابي. الآن عقار يمر للبنك الإسكان ومعلن للمزاد العلني، وسببه تدريس أولادي. شو رأيك بهاي المؤسسة؟ مؤسسة سرقة بنهبه في المواطن. غلبة الدين وقهر الرجال يقفان خلف دموع عايد العماير الذي وجد نفسه معتصما أمام مؤسسة الضمان الاجتماعي محتجا على قانون كان مجحفا بحقه. فابن السبعين عاما ما زال يعاني الأمرين ليعلنها صرخة ألم على أبواب مؤسسة يقول إنها كانت وراء ظلمه. بدهم يستمركوا داري سبب تدريس أرواح الطلاب. رسالة المسؤولين يرحمونا، يرحمونا يا أولادنا بندرس مع حسابنا. ضماننا سيء، تأمين صحي ما في. أنا شخصيا ما قدرت أسوي عملي. لا